ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومعانا مطرب موهوب وصوته جميل بيغني قديم وجديد. هو لسه طالب. هنسأله طبعا أسئلة كتيرة جدا. رحبوا معايا بعبد الله أحمد. ازيك يا عبد الله؟ أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ أنا مش سامعة صوتك من هنا يا عبد الله، علي صوتك شوية. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. قولي بقى، أنت طالب في إيه؟ طالب في كلية التمريض في جامعة طنطا. أهلا بيكم، نورنا. وعايز أعرف بقى، موضوع الغنى ده ابتدى معاك من إمتى؟ والله هو موضوع الغنى ده بدأ معايا من صغري، من وانا كنت لسه صغير، فبدأت ان انا يعني اردد الاغاني مثلا مع التلفزيون مثلا، فبدأت احس ان انا عندي الموهبة دي. وبعدين كملت بقى الموهبة دي بدأت تتنمى في المدرسة. كنت بتغني في حفلات في المدرسة؟ في المدرسة كتير، في حفلات برضو، وفي الابتدائي وفي الاعدادي بقى وفي الثانوي، حتى لما وصلت الكليه برضو. كلها حاجات اجتهادات شخصيه منك انت شخصيا، ولا الحمد لله. وفي المدرسه مع مدرس الموسيقى؟ تمام يا فندم. اوكي. طيب بعد كده بتفكر ان انت تدرس الغناء او تدخل معهد موسيقى عربيه او اي حاجه، ولا انت؟ هو انا حاليا في كورال جامعه طنطا، فبقى لي 4 سنين تقريبا. فيعني ولما اخلص الكليه ان شاء الله يبقى برضو يعني موجود برضو في نفس المجال ده. طيب تعال نسمع حاجه ونسمع الساده المشاهدين صوتك. تمام. تسمعنا ايه في الاول؟ اغنيه 3 سلامات. الله. طب يلا بينا. تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام 3 سلامات يا وحشني، 3 ايام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعدك يا جميل طول وهداه أول بعد بيطول، 3 أيام يا روح قلبي وهنا جنبي حسود وعزول، يقسوني عليك مأساة ينسوني هواك منسى، يقسوني عليك مأساة ينسوني هواك منسى. يا مالي الدنيا فعنيا، يا مالي الدنيا فعنيا، 3 سلامات وشوية 3 سلامات. هيل. طب انت بتحب الاغاني القديمة؟ جدا جدا. يعني فكرة ولا بتغني كمان من لولاد جيلك؟ بغني لولاد جيلي اكيد يعني، بس الاغاني القديمة، القديمة هي اللي لها التأثير الاعلى. تأثير بتظهر إمكانيات صوت أكتر، ولا الإحساس بالكلمات، ولا الإحساس والصوت أكتر؟ أوكي. طيب عايز أعرف بعد كده، الحفلات اللي بتعملوها في جامعة طنطا بيبقى البروجرام نفسه بيبقى فيه إيه؟ يعني بتغنوا أغاني أنتوا ليكوا، أنتوا تأليف وتلحين، ولا الأغاني بتبقى أغاني المطربين أنتوا بتعيدوا غنائها مرة تانية؟ والله هو الاتنين. يعني إحنا في جامعة طنطا معانا دكتور كبير جدا، في استاذ في كليه التربيه النوعيه، فهو خبير في الموضوع ده. فدايما لما بنطلع حفلات دايما مثلا ممكن ان احنا نحط الطابع بتاعنا، وممكن برضو ان احنا نمشي على القديم برضو. يعني وبنطلع في كذا مناسبه بقى، يعني كورال جامعه طنطا ده في كل المناسبات في طنطا عامه يعني. طب حلو قوي. وكنا برضو مشتركين في مسابقه ابداع في الفتره الاخيره دي تبع وزاره الشباب والرياضه، والحمد لله ادينا كويس يعني، الحمد لله. طب على اي اساس فعلا بتحددوا على اساس طبعا كل مناسبه بتحددوا تمام الاغنيه اللي هنختارها بالظبط؟ انت بالنسبه لك ايه الحاجات اللي انت بتحب تغنيها؟
بالنسبة للمطربين ولا بالنسبة للحاجات يعني الأغاني ذات نفسها؟ زي ما انت عايز يا عبد هو الله، بس لو عامة للمطربين في طبعا أم كلثوم بحبها جدا، في كريم محمود زي ما كنت بقول كده، ومثلا محمد قنديل برضو، وعبد الحليم طبعا، وعبد الوهاب والناس دي. في الجديد بقى برضو يعني برضو بحب ان انا اغني في الاغاني للناس الجديدة برضو، زي مين؟ زي مثلا ما احب جدا استاذ صابر الرباعي جدا الله. جدا. بحب برضو استاذ كاظم ساهر جدا جدا. لا أصوات طربية يعني. في برضو يعني من الناس اللي بحبها جدا عمرو دياب يعني، طبعا. وفي بقى رامي صبري بحبه جدا برضو وكده يعني. طب تعالى بقى نسمع منك حاجة تانية، مش معقولة ما تبقى معايا بقى ما اقعدش اسمع، تمام. ونسال المشاهدين طبعا يسمعوا. اتفضل. طب تحب حاجة جديدة ولا قديمة؟ اللي يريحك. أنا هقول أغنية برضاك لأم كلثوم. طيب وبعد كده في ريكوست جاي من كنترول، عايزين نسمع حاجة في صابر الرباعي. حاضر. ماشي. برضاك يا خالقي لا رغبتي خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي برضاك لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما أناجي لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع شكوى عبد الله. صوتك جميل جدا. شكرا. طب انت بتمرن صوتك ازاي؟ يعني انت بتمرن نفسك، واضح ان كل الحاجات جهود ذاتيه بتاع انت بنفسك يعني، فبتمرن صوتك ازاي؟ في البيت بقى بتغني طول الوقت؟ بغني طول الوقت. والبيت والعيله بيشجعوك ولا يا ابني الكلام ده ما بياكلش عيش وانتبه لدراستك لا هو برضو يعني الموضوع يعني 50% كده 50% كده يعني، الدراسه شويه والغنى شويه برضو، فانت بتحاول توفق ما بين الاثنين. بحاول اوفق من بين الاثنين. ربنا يوفقك. بس في تشجيع دايما من العيله، ده مهم قوي. اكيد. طيب احنا عايزين بقى نسمع اغنيه تانية. تمام. عشان هنرهقك، ما ينفعش بس حلو كده وما نستغلكش بصراحه. طيب ممكن نسمع حاجه جديده بقى. حاجه جديده. صابر الرباعي. صابر الرباعي ممكن. بس يلا حتى لو غنيت صابر الرباعي غني له علي جرى، بحبها جدا. طب حلو ماشي. تمام يا جماعه، علي جرى. علي جرى من مراسيلك، علي جرى
بس لما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى عاللي جرى من مراسيلك عاللي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى وعاللي جرى عاللي جرى يا ليلي يا جرحي يا حبي يا ليلي الحب دوبنا تهنا وتوهنا وتاهت المراسيل بين النهار والليل متاهت المراسيل بين النهار والليل مفضلش غير دمعة مرسومة في المناديل بس لما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى وعلي جرى علي جرى برافو 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 برافو. طبعا عارفه ان شركات الانتاج والحاجات دي صعب قوي الوصول ليها، صح؟ جدا بس دلوقتي بقى في متنفس شويه، ساوند كلاود، يوتيوب، بالظبط الحاجات دي كلها، صح؟ طبعا عايزك تكلمني عليها اكتر عشان نشرحها كمان للساده المشاهدين ازاي الحاجات دي بقت نقدر نقول ان هي بلاي جراوند ليكو او ان هي تكون منفذ للشباب ان هم يقدروا يعرضوا مواهبهم. هو اولا كده يعني السوشيال ميديا دي احسن حاجه ممكن ان الواحد يتشهر عن طريقها، صحيح؟ مثلا عن طريق الفيسبوك او مثلا عن طريق اليوتيوب او الساوند كلاود او تويتر مثلا. فيعني الحاجات دي بتبقى بصراحه يعني حاجه بتساعد جدا في موضوع الشهره ده. فانا يعني بدوري ان انا كنت بغني وبسجل لنفسي مثلا، ومثلا ارفع الاغاني بتاعتي على الفيسبوك او مثلا او الساوند كلاود. فيعني كان برضو كان ليها دور كبير برضو ان انا اتسمع وكده. فطبعا ده بيعمل شير فبتتسمع اكتر واكتر. واكتر. وطبعا الحفلات بالنسبه لك عامل اساسي جدا. طيب انا طبعا قدامي دقيقتين وبناء على طلب الجماهير والناس الموجودين في الاستوديو عايزين نسمع منك حاجه تانية. تمام، تحب تسمعنا ايه بقى؟ دي اخر اغنيه هنختم بيها. ايوه يا عبد الله، هو في حاجه انا بحبها جدا عشان بقى ايه، بحب جدا الابتهال بتاع مولاي جدا جدا. اتفضل. فهقوله مولاي مولاي مولاي
قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه. شكرا جدا 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 يا عبد الله، وبتمنى لك حياه حلوه، وبتمنى لك ان شاء الله تحقق اللي انت بتتمناه. انت بتتمنى ايه؟ والله بتمنى ان انا ربنا يوفقني في المجال الاساسي بتاع الدراسه وبرضه في مجال الغنى ده برضه. بس لو جالك الوقت بقى انك تختار ما بين الاثنين هتختار ايه؟ الغنى طبعا صح؟ والله ساعتها الموضوع هيبقى صعب شويه، محتاج افكر فيه. ربنا معاك يا رب، واصل ربنا بيختص حد موهبه بتبقى حاجه جميله جدا. مظبوط. فان شاء الله ربنا يحقق لك اللي انت عايزه. شكرا. الواحد كان نفسه صوته يطلع حلو. طيب تعالوا نطلع فاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا في نهارك سعيد، وخليكم معانا.